أشغال إنجاز سد التامري الواقع بتراب عمالة أكادير إداو تنان تتقدم بوتيرة ملحوظة، إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 52%. نسبة تقدم الأشغال بلغت الآن 52%. هذه الأشغال اللي انطلقت في غشت 2022 وكان من المقرر أنها تستغرق 6 سنوات ونصف لتنتهي في فبراير 2029، إلا أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، قامت الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة لتقليص هذه المدة، حيث أنه من المتوقع الشروع في ملء الحقينة مع بداية 2026. هذه المعلمة المائية التي تشرف عليها وزارة التجهيز والماء ستساهم في تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، وكذا سقي الأراضي الفلاحية المجاورة وتعزيز منسوب المياه ومكافحة الفيضانات. مشروع سد التامري كيهدف من خلال الطاقة الاستيعابية ديالو اللي كتبلغ 204 ديال المليون متر مكعب إلى تزويد أكادير الكبير والدواوير المجاورة للسد بالماء الصالح للشرب، وغتنتج على إقامة هذا السد بعض الآثار الإيجابية، منها خلق فرص للشغل وتأهيل اليد العاملة وتطوير السياحة البيئية. هذا المشروع المائي الجديد الذي تقدر طاقته التخزينية ب 204 ملايين متر مكعب وباستثمار إجمالي بقيمة 2.7 مليار درهم يتم إنجازه في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.